السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون مختلف شويه، هنجاوب فيه على واحد من التعليقات اللي جات لي على القناه. دوت التعليق، وزي ما انت شايف هو عايز شرح للافكت ده عشان تعمل فيديو احترافي زي ابو الرب او ابو فل. طيب بكل بساطه هشرح لك الافكت ده، هو سهل جدا على فكره. غير ما اطول عليك، انا سايب لك بوست في القناه تقدر تشارك فيه في الافكار اللي انت محتاجني اشرحها لك او انت مش عارف بتتعمل ازاي، ودي هتكون سلسله افكار متابعين باذن الله. هتقول لي في التعليقات الفكره اللي انت محتاجها وباذن الله هنزل لك فيديو سريع زي دوت. طيب خلينا بقى نبدا في الشغل على طول. اول حاجه يبقى معاك خلفيه عشان تشتغل عليها، ايا كان بقى الخلفيه اللي هتشتغل عليها انت، جريد او ايا كان. وطبعا دي النتيجه اللي احنا عايزينها، ان النص يطلع من تحت كده ويبقى عليه افكت كده اللي هو بيتحرك كده زي ما انت شايف. اول حاجه هنروح نضيف نص، ممكن تضيفه بثلاث طرق. اول طريقه، وانك هتيجي هنا وتدوس كليك يمين ونيو وهتلاقي تكست هنا، لما تيجي على العلامه دي وتدوس عليها وتدوس في اي حته في الشاشه هيبدا يكتب لك عادي. لما الطريقه الاسرع، وانك تدوس على كنترول تي هيفتح لك على طول وتكتب. المهم خلينا نكتب نفس الكلام اللي كنا كاتبينه عشان الفيديو يكون واقعي اكتر. طيب انا كنت كاتب النص ده، هنكبره كده شويه مثلا، المسافة دي طويلة، هنيجي على الكلام ده ونقصرها كده شوية بس كده، كده مظبوطة. طيب أول حاجة هنتعلمها ازاي تخلي النص يطلع من تحت كده، تمام؟ فأول خطوة هنعملها، هنبدأ ندوس على الفيديو كده ونبدأ نيجي على العلامة دي ونسحب النقطة اللي في النص دي نخليها تحت كده. طيب دي فايدتها ايه؟ فايدتها انك هتيجي مثلا يعني شوف الفيديو اللي أنا عامله، هتلاقي ان هي بتطلع من الناحية دي بس، يعني تحس ان دي ثابتة وهي بتطلع كده عليك، فاهمني؟ اهي. فعشان تديك نفس النتيجه خلي الانكر بوينت دي اسمها انكر بوينت، خليها في تحت كده. بعد ما تحط الانكر بوينت هنا هتيجي على العلامه دي كده، ده ال 3 دي، هتبدا تفعل النص ال 3 دي. بعد ما تفعله ويظهر لك الشكل ده كده، هتبدا تختار النص اللي انت عايز تعمل عليه الافكت وتدوس حرف الار من الكيبورد، هيبدا يفتح لك الاختيارات دي. هتيجي في الاول خالص كده وتحط كي فريم هنا، بعد كده بتمشي شويه مده الانيميشن اللي انت عايزها. فاحنا مثلا عشان تبقى بالظبط، تعال هنشوف مثلا دي قعدت قد ايه، انيميشن خلص هنا، فهنحط كي فريم هنا كمان كده. بقى معانا 2 كي فريم، تمام؟ هتيجي على الكي فريم الاول بانك هتروح على السهم ده كده، وهتبدا تخلي القيمه دي 270. اول ما تحط الرقم هتلاقي الايفكت عمل كده او النص عمل كده معاك. مثلا لسه باين كده شويه، اقلل القيمه كده شويه مثلا، دي كده مناسبه معايا، فده هيبقى شكله زي ما انت شايف. تحس ان الحته دي ثابته ودي اللي بتطلع. طيب لو الانكر بوينت بقى كان في النص مثلا، هنيجي نعمل كده، بص كده هيبقى عامل ازاي، هتلاقي النص كله بيتحرك معاك، مفيش حاجه ثابته، يعني كده مش هتبقى واقعيه اكتر. انت عايز مثلا النص اكنه طالع من ورا كده، فدي الحته بتاعت الانكر بوينت اللي انا قلت لك عليها. طبعا عشان التحريك يبقى اسلس من كده، يعني كده تحسه بطيء خالص، انت عايزه مثلا سريع بعد كده بطيء، فهتبدا تعلم الاثنين كي فريم دول وتشوف له جراف مناسب من هنا. لو عايز الاداه دي او عايز اصلا ادوات تسهل عليك الشغل، اكتب لي في الكومنتات وهعمل لك فيديو ان شاء الله. مثلا انا شايف ان الجراف ده مناسب، هبدا ادوس ابلاي، هيعمل لي الشكل ده. مثلا لو حاسسها سريعه ممكن تطولها شويه كده، مناسبه. طيب ازاي بقى تعمل الايفكت اصلا اللي هو الجلو دوت والضلمه اللي وراه وكل الكلام ده؟ هتبدا تختار النص بتاعك وتختار اللون اللي انت عايزه. انا مثلا عشان الشرح هخليه برتقاني زي ما انا عامله مثلا في الفيديو. طيب ازاي بقى هتضيف الايفكتات؟ اول ايفكت هنضيفه هو دروب شادو. اول ما تبحث عليه هتختاره، هتخلي القيم دي زي ما انا هعملها دلوقتي. اول واحده هتخليها 100 والتانيه دي 0 ودي خليها 100، هيبدا يعمل معاك الشكل ده كده. بعد كده هنبدا نبحث عن ايفكت ديب جلو. طبعا ديب جلو ده مدفوع، لو مش عندك ممكن تستخدم جلو عادي. هنبدا نختار ديب جلو، هيعمل لك الشكل ده كده. هتبدا تقلل بقى القيم بتاعته لحد ما تكون مناسبه معاك. يعني انا مثلا بشوف دايما ان 500 وديت نخليها نص كده، بحس ان الشكل يعني اريح للعين واحسن كمان. طيب احنا كده ضفنا كل حاجه، هيبقى معاك بالشكل ده. طيب اخر حاجه بقى خالص، وازاي هتعمل الايفكت ده؟ يعني بص، في تحس ان النص بيعمل ايفكت كده. دي الصراحة بتتعمل بإضافة، هسيب لك لينك الإضافة دي في الموقع بتاعي تحت، هتخش هتلاقي اللينك مباشر على طول. أول ما تفتح الإضافة هتيجي معاك بالشكل ده، وعامة هي هتفيدك في حاجات كتير جدا. بس عامة اللي احنا عايزينه هتيجي على الخانة التانية دي اللي هي تكست بريسيتس، وتبدأ تنزل تحت خالص هتلاقي الإفكت ده، هندوس عليه دوسة كده وتدوس أبلاي. طبعا عشان تضيفه لازم تدوس على الحاجة اللي انت عايز تضيف عليها، فانت هتختار النص مثلا وتدوس أبلاي، هيبدأ يحطه لك بالشكل ده كده. طيب انت شايف بقى ان هو مثلا سريع بطيء ايا كان،
هتبدأ تتحكم في السرعة بتاعته من هنا. يعني مثلا انا بشوف دايما اللي انا كنت بستخدمه او اللي انا استخدمته في فيديو كنت عامله على 9، السرعة على 9، فطلع معايا بالشكل ده. ولحد هنا اقدر اقول لك ان الفيديو خلص. فلو استفدت ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، واي حاجه انا استخدمتها النهارده هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. فلو قدامك افكت ومش عارف تعمله اكتب لي تحت في الكومنتات، وباذن الله هنزل لك فيديو. وبس كده، سلام.